مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هلا ان شاء الله نتكلموا على الفرق ما بين السيكاليم والعلف الطبيعي في تربية الأرانب. يعني احنا كنقصد بالعلف الطبيعي ايا كان، يعني ممكن انكم تعطيهم الذرة او الشعير او الفصاء. المهم الاغلبيه الناس كيستعملوا هاد الذره اللي كتكون كيقول لها مبرشه. هاد الذره مبرشه، يعني الحقيقه راني فايت درت عليها فيديو رخيصه الثمن للغايه. يعني ممكن انه واحد الخنشاب فيها 40 كيلو ممكن تجيبوها ب 100 درهم. 100 درهم راه ممكن ان الذره هي نقولوا ثقيله، يعني ممكن انكم تعطيهم حفينه هكا ممكن انها تشبعهم، انها ثقيله كتشبعهم. الفرق دابا ما بين هاد يعني العلف الطبيعي وما بين السيكاليم، انا دايرو في هاد القرعه هذه، يعني واحد البتيه. هاد السيكاليم اللي كيتعطى الارانب اسمو، شنو هو الفرق ما بين السيكاليم و العلف الطبيعي؟ شحال من واحد يعني في الفيديوهات عمري ما لقيت هاد الفكره هذه، يعني من الناس ما هضرينش عليها. يعني الفرق ما بين علاش نعطيو الارانب السيكاليم بالذات؟ يعني احنا عارفين باللي الثمن ديال السيكاليم راه مختلف على الـ 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 يعني الخنشه ديال العلف الطبيعي. هذه العلف الطبيعي فيها 40 كيلو ممكن تجيبها ب 100 درهم 40 كيلو. اما بالنسبه للسيكاليم خنشة فيها 25 كيلو كدير 95 درهم، 95 درهم، ولكن فيها غير 25 كيلو. 25 كيلو راه ماشي هي 40 كيلو. 40 كيلو راها يعني 40 كيلو راه 30 كيلو شيطة. يعني من 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 25 حتى 15 كيلو، عفوا 15 كيلو شيطة راه ما ساهلاش. يعني 15 كيلو راها حاجة. ولكن شنو هو علاش الناس كيعطيو السيكاليم؟ علاش المربيين يعني المحترفين كيعطيو السيكاليم وما يعطيوش العلف العادي؟ يعني على حسب التجربه ديالي انا، يعني وليت كنتعامل مع هذا الامر بذكاء. يعني على حسب التجربه ديالي لقيت باللي السيكاليم فيه مواد ممكن انها تساعد الارانب في الخصوبه. الخصوبه وهي ان الانثى كتولي قابلة للتلقيح. يعني السيكاليم إلا مشينا تعطينا عاوتاني الذكر ديال الأرانب ممكن يولي تا هو ديما باغي يلقح. أما بالنسبة لهاد المواد الطبيعية اللي ممكن أنها يعني في الحقيقة تخسر لنا تربية الأرانب، هي مواد طبيعية. شحال من واحد كيقول لك هو أنا انت كبرتي الارانب ديالك غير بالسيكاليم، غير بهذا السيكاليم، وهي لا. السيكاليم عنده الدور ديالو والعلف الطبيعي عنده الدور ديالو. اشنو الفرق بيناتهم؟ يعني الاجابه باختصار وهو ان هذا ممكن انكم تستعملوه، ماشي ما تستعملوش، ولكن بالنسبه للارانب اللي نتوما دايرينها ل يعني ل باش تسمنوها التسمين. يعني كاين هناك واحد السيكاليم خاص بالتسمين، ولكن كيبقى السيكاليم ديما غالي. علاش انايا نمشي نشري السيكاليم وانا عارف باللي حتى الذره مثلا راه غادي تسمنو مزيان؟ النخاله عاوتاني كذلك، الا مشيت درت واحد الخلطه ما بين النخاله والذره راها خلطه رائعه بالنسبه للتسمين. سمو غادي تربحوا ان الارانب غادي يطيح لكم الخاص، حتى الا بغيتوا تبيعوهم يعني التسمين ديالهم طاح رخيص. اما بالنسبه للامهات اللي عندكم ضروري ديروا السيكاليم، والسيكاليم ماشي السيكاليم اي سيكاليم، خاصكم ديروا السيكاليم ديال الحليب، معروف السيكاليم ديال الحليب هذاك يساعد في الانوثه ديال عفوا الخصوبه ديال الانثى والفحوله ديال الذكر. يعني كيولي عندكم النسبه ديال الخصوبه طالعه، ممكن انكم يعني كل شهر تبقاو تنجوا. يعني في الحال بارد حنا في هذه الايامات راه حنا قاطعين شي شويه ديال 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 التلقيح. علاش؟ لان كتكون التربيه صعيبه شي شويه
في فصل الصيف، إنما في الجو البارد ممكن أنكم تلقحوا مرة والشهر الجاي تلقحوا عاوتاني، وفيما ولدت الأنثى كتلقحوا كتلقاو الذكر يعني عنده الخصوبة عالية، يعني داك السائل المنوي ديالو كتلقاه يعني كيتنتج بغزارة، وكذلك الأنثى. إذا هذا هو الفرق ما بين يعني السيكالين حاولوا تعطيوه يعني الآلية ديال الإنتاج ديالكم اللي هي الأمهات والذكور اللي انتم دايرينهم للتلقيح اللي كيلقحوا لكم. اما بالنسبه لا 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 يعني بحال هذا الشكل ديال الضره، هذا اعطيه التسمين، راه كيولي يعني الارنب يعني في زمن قياسي ممكن انه يولي يعني يعطيك الوزن. حتى الخبز كارم حتى هو خلطوه لهم مع هذه الوصفه هذه، وكونوا متاكدين ان غادي يكون عندكم واحد يعني الجيب، حنا كنقولوا الجيب ديالكم غادي يولي كيلقى واحد اتساع. شنو هو الاتساع؟ وهو ان الارنب طيح عليك رخيص، ان خصك تحسب كلش، خصك تحسب الضوء، خصك تحسب الكرا، خصك تحسب العلف ديالو، واش غادي تعلفو مثلا بشي حاجه عاديه وغادي وما غاديش يعطيك الوزن، يعني ما خدامش، او تعطيه السيكاليم ويجيك غالي في الثمن، لان السيكاليم راه غالي في الثمن. الا طايح بواحد 76 ريال مثلا او 4 دراهم، ماشي بحال الا كان طايح عليك بجوج دراهم ونص. هذيك دراهم ونص راه فرق، راه ممكن انكم هذاك الشيء كتشيطوه من الربح الصافي ديالكم. اذا الفرق راه واضح، كنظن ان الرساله وصلت. حاولوا انكم يعني تقسموا، ديروا كل شيء، ديروا العلف الطبيعي والسيكاليم، ولكن السيكاليم اعطيوه للامهات والذكور. اما الحوايج ديال التسمين، يعني الا عندكم شي ارانب باغيين تسمنوهم وتعاودوا فيهم البيع، هادوك اعطيوهم سيكاليم طبيعي باش تحافظوا شويه على الجيب ديالكم، يشيقكم السيكاليم اكثر، وفي نفس الوقت رابحين ان هذوك الارانب ديالكم كيعطيكم اللحم مزيان، كيسمنوا مزيان. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تتعاملوا مع التربيه ديال الارانب بذكاء، يعني ما تبقاوش غير صافي راكم زعما كتشريو الارانب وكتوجدوا لهم السيكاليم، لا، ديروا واحد المذكره وقيدوا اشنو خلصتوا ما لك وما عليك. الا بغيت تكون المشروع يعني ناجح خصو يكون مبني على حسابات. إذا عرفتوا لقيتوا واحد المعادله حسابيه، يعني ممكن انك تطلع ذاك الارنب بابسط ثمن، كونوا متاكدين غادي يكون المشروع ناجح وغادي تزيدوا القدام ان شاء الله. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنظن ان وصلت يعني جميع يعني الفكره وصلتها يعني بحذافيرها. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم، ما تنساونا بزر جيم باش نبقاو نصيفط لكم فيديوهات في المستوى إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.